السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم باذن الله راح ندير لكم لحم محلو الخاص بشهر رمضان. عندي لكم كيلو نتاع عينه بيان سور، هذا الكميات تشد لكم شهر رمضان كامل باذن الله. يعني ديروا الكميه هذه وتخلوها في الثلاجه عادي، وتجبدوا منها بيان سور، تجبدوا بكميات قليله، ما ترجعوش برك في البواطه العلبه اللي جبدتوا منها. العلبه اللي كليتوا منها ديروها اكوتي، ديروا علبه تاع الزايد اللي فضل لكم في الطابله ديروها اكوتي، ما تخلطوهاش مع هذيك اللي ماشي ما مسيتوهاش. فوالا انا عندي لي فيرجي دو ماين اللي قلت لكم نوعيه فرنسيه جيده، خيروا دائما العينه خيروها نوعيه فرنسيه جيده. عندنا البرونيي لي فيرجي دو ماين، كاين لا ميزون كوتولو، هذو هما نوعيات اللي ما فنخدم بهم، تكون الحبه تاعهم ملحمه الله يبارك وتبرق وما تتحرحرلكش الداخل في لاصوص، يجيك اللحم محلو نتاعك لاصوص تاعو ما شاء الله شفافه وشابه. عندي هنا حوالي 800 غرام تاع سكر سكر كريستاليزي، هنايا عندي 150 غرام تاع اللحم قطع، لحم غنمي كما قلنا، لحم غنمي لازم في اللحم محلو باش لاصوص ما يرجعهاليش كحله، باسكو البقري يرجع لك لاصوص كحله، او ميم طون يمد لك لو غو هايل اللحم غنمي في اللحم محلو. فوالا البنه نتاعو وحدها، درت هنايا ثلث عواد نتاع قرفه، القرفه ديروا عود ما ديروش غبره باش لاصوص تاعكم تبقى توجور شفافه. عندي هنايا ريتلا ونص نتاع ماء، عندي ثلاثة عواد نتاع قرفه، عندي 150 غرام نتاع لحم خروف مقطع قطع مكعبات. فوالا ندير له هنايا حوالي نصف ملعقه ولا ربع ملعقه نتاع السمن، هايليك نصف ملعقه نتاع السمن. فوالا نديروا الملح على راس المغرف نتاع الملح، صافي نصف ملعقه صغيره، نصف مغرف نتاع قهوه، نصف ملعقه صغيره، اون دومي كويغ ا كافي نتاع الملح، اون دومي كويغ ا كافي دو سيل، عندنا 3 باتوني دو كانيل، عندنا 150 غرام دو فيون دانيو، عندنا اون دومي كويغ دو بور كلاريفيي سمن، عندنا اون ليتر ودمي دو، اون ليتر ودمي دو، هادو هما. نغلق لا كوكوت نتاعي لمده 30 دقيقه حتى يطيب لي اللحم نتاعي، حتى يطيب اللحم هذا القطع تاع اللحم يطيبو، نصفيه نخليه اكوتي، ومن بعد ندير السكر نتاعي دوك كي يطيب، كي يغلي ويطيب نعاود نرجع. بون رانا حاطين دو كوتي، هاني طيب تشكشوكه باش نفطروا بها حنايا في الخدمه، رانا في العرس اليوم، عندنا عرس 700 شخص. هذه المقله ماشي نتاعي، هذه المقله نتاع الصاله. فوالا انا دايرين درت كميه كبيره هنايا، درت البصل الله يبارك، تشكشوكه هذه نموت عليها، جزمز تشكشوكه نتاعنا الله الله، بالطوماطيش بصل وطوماطيش وفلفل الكحل، هذا ما كان تجي عندها بنه هايله، نحبها هايله هايله خير من اللحم بور موا. السلام عليكم. هذيك بعد مرور 30 دقيقة بيان سيغ في طنجرة الضغط، إلا درتو في طنجرة عادية 45 دقيقة هاو طاب لي اللحم نتاعي ما شاء الله. نحي نصفي هذيك المواغ، نحي القرفة نتاعي، فوالا نصفي نحطو دو كوتي من بعد نسحقو. الما هنايا وعندنا حوالي ريتل نتاع ما دركا، نقص الماء ولا ريتلا نتاع ما، بسم الله. اسويتو هذا قطعة ورق ماس نشدها، قاعدة نحيلي هذا منها تعيشيه، ودي اللحم هذا منها، غادي يطيح لي هذي ثاني مع هاديك الماء. نمسح هنايا الحواف هذو، هاياك نمسح الحواف على جل هذيك الكحوليه هذاك تاع اللحم كيما كان يغلي باش ما ترجعليش على لاصوص. دروك ندير السكر نتاعي، عندي هنايا قلنا كيلو نتاع مشمش مع 200 غرام نتاع الزبيب. المشمش شمخناه في ماء سخون، خليناه نص ساعه هو في ماء سخون يغلي، مع الاول غسلناه الماء هذاك رميناه الاول، بعد درنا له ماء سخون يغلي، لازم الماء سخون بزاف. راكم تشوفوا ولا طري الله يبارك، راكم تشوفوا ولا طري. العينه عندكم العينه غسلناها فقط بالماء البارد، العينه ما تخلوهاش في الماء دافي ولا، غسلوها فقط بالماء البارد.
العينه باسكو حساسه وجايه طريه الصدع، نطلقوها غير شويه تشم النار كيما نقولوا برك غير شويه وهي طابت. المشمش اللي يكون عاصي لازم له ما سخون هو والزبيب، ندير لمده نص ساعه حتى لساعه، يعني كي تخلي ساعه ما يصرى والو، بالعكس يولي طري اكثر. عندي درك ندير السكر، عندي 800 غرام تاع سكر، بسم الله نضيف السكر تاعي 800 غرام فوالا. عندي عيني ميزانيه انا على بالي 800 غرام، نتوما ديروا بالميزان 800 غرام. عندي هنايا الماء الزهر، ندير حوالي كوبين نتاع ماء الزهر ونخليه يغلي حتى يبدا الخليط نتاعي يبدا يعقد، تولي العسيله تاعي ثقيله شويه، ماشي ثقيله بزاف يعني مليحه. كي تولي العسيله نتاعي نشوفوها درت فقاعات لي بول هذوك، نرمو المشمش نتاعي اللي صفيناه. هذه هي بعد مرور كما قلنا لكم 25 دقيقه، هاوليك لي بول هذو انعمه لي بول، كي تخرج لي بول هذو صافي خلاص العسيله تاعكم لاصوص تاعكم هي طيبه. دوكا نطلق ان شاء الله المشمش نتاعي والزبيب هما الاولين 10 دقائق موراهم، حتى كي ينتفخوا بيان سيغ كي ينتفخوا يدخلوا من الطياب 10 دقائق ولا ربع ساعه على حسب النوعيه نطلق موراهم. العينه خليها ماكسيموم 5 دقائق. نغطيها ونخليها 10 دقائق حتى لربع ساعه. هاو طاب المشمش الله يبارك، دوك نتلقوا ان شاء الله العينه. العينه تلقوها غير ستفوها برك فوالا، ستفو برك جوغ دخلوها برك ما تحركوهاش برك، منا ما تزيدوش تحركوها. نغطوها نخلوها 5 دقائق كيما وصيتكم، 5 حتى 10 دقائق على حساب العينه، ونعاودو نرجعو ان شاء الله. كي نرجع نرمي هذا اللحم هذا اللي صفيته وشويه ما زهر بيان سيو، مازال شويه لازم تنتفخ العينه، لازم تنتفخ فوالا. نعم مالي شو بدي كاع الاطفال ينجرحوا كاع. نزيد لها 3 دقائق واحد اخرين وما تحركوش، شوفوا كيفاش تبقى لكم لاصوص ما شاء الله، ما تحركوش العينات ترتقوها تطلق لكم الكحوليه لداخل فوالا. نزيد لها 3 دقائق خلاص هي طابت الله يبارك. شوفوا كيفاش انتفخت خلاص، شوفوا دركا سي بون كي حنطفيها نقدر نوري ندير لكم هكذا باش نوري لكم برك بلي الحبات انتفخوا. انا راني نخلط ماشي نتوما، باش نوريكم بلي الحبات طابوا فوالا. شوفوا كيفاش ينتفخوا يولوا مدورين راكم تشوفوا فوالا، مام لاصوص شوفوا ما شاء الله. دركا نطلق هذاك اللحم نتاعي فوالا فوالا، شويه ما زهر فوالا. ومن بعد ان شاء الله في طبق التقديم. المهم اللحم حلو عنده عده طرق، كان يديروه بالبصل، كان يديروه وحده، كان يديروه هكذا، كان يديروه بلا لحم تاع دوكا، يديروه بلا لحم. الطبق التقليدي هذا هو، هذا هو الطبق التقليدي تاعنا تاع اللحم حلو. انا يا في انا صراحه نطيبو بالزبده، زبده بالطوش، مي كيما راش متوفره ما توفرتليش اليوم، درت السمن. من المستحسن نتوما مع الاخر مع النهايه كي تطفوا هكذا، كي نطفي ديري قطعه صغيره نتاع زبده حوالي نصف ملعقه كبيره فوالا، نصف ملعقه كبيره تاع زبده اللي هي 10 غرامات نتاع زبده، تلقيها مع الاخر وطفي. حنطفي الفرنو فوالا، هاني طفيت الفرنو، تلقيها مع الاخر وطفي الفرنو خليها تمد لك واحد لوغو. هذا هو السر يعني، اللي يقول لي اللحم حلو نتاعك بنين في الاعراس، وهذا هو السر نتاع اللحم حلو، الزبده الحره اللي هي البطوش ولا زبده تاع الميزان ولا الزبده الحره، هي السر باش تمد لك البنه، هذيك البنه الشابه بزاف اللحم حلو فوالا.
كما قلت لكم هذا مكان، هذا اللحم حلو، هذا يتسخن بيان سور باش يتحط يتحط دافي، مي هذاك اللي ما فيهش اللحم، هذاك اللي نعيطوا له الطاجين الحلو برك ما فيهش اللحم يتحط بارد كومان ديسير نورمال، هذا لازم يتحط دافي. علاش؟ باسكو فيه اللحم وفيه السمن باش ما يتحطش ما يجمد لكمش، يتحط ينتكل بنين، سينو الاخر قلنا ينتكل بارد. والسلام عليكم ورحمه الله. هاي لك النتيجه النهائيه للطبق، شوفوا ما شاء الله، يعني مقادير مضبوطه بالماء بالمزهر، لاصوص ما عقده ما خفيفه ما شاء الله. فوالا الله يبارك، اللحم طايب زبده. فوالا عندكم اللوز حمروه حمصوه في الفور في الفرن، فوالا ماشي فوق النار ماشي على المقلات، داخل الفرن حمصوه غير شويه برك ابان، سورتو الا كان ديفيلي هكذا الا كان شرائح اللوز يا ربي دقيقه فقط، الا كان اللوز كامل اللوز ديكورتيكي كما نقولوا حنايا اموند ايموندي لي اموند ايموندي، فوالا ماشي ديكورتيكي اموند، اللوز بدون قشره. خالده طفي لي الطنجره هذيك، فوالا لوز انعمه لوز بدون قشره واسي صديق، ديري حمريه في الزيت فوق الفرن ماشي بالزبده، في الزيت ديري اللوز تاعك بلا قشره وديري الزيت، الزيت بارده واللوز بارد، وديري فوق النار ديريكتومون ما ديريش الزيت سخون ومن بعد ترمي اللوز، يشرب لك بزاف الزيت وما يجيش مقرمش ما يجيش يتقرمش كي تكوني تاكلي فيه. فوالا ديري الزيت وديري اللوز ديريهم مع بعضهم بعد حطيهم في المقلاه فوق، فوالا في المقلاه فوق النار، سمحوا لي راني بيرتوربي مع ولادي. المهم هذه هي، قلنا لي ديروا في الفوق هذه شرائح اللوز ديروهم في الفوق، اليوم كي ما عندناش فوق هنايا انا درتهم فوق النار غير شويه عجل الديكور برك، بصح ما يجوش شابين لازم في الفور، راني قلت لهم انا محمصين في الفور جابوهم لي خضوره. هذه هي الطبق النهائي ما شاء الله، والله غير جا بنين كما وصيتكم. اللمسه النهائيه الزبده، الزبده الحره البيغ تاع الصح ماشي المارغارين. هذه هي نفد لكم الصحن، شوفوا ما شاء الله راكم تشوفوا لاصوص ما عقده ما خفيفه جايه بين وبين ما شاء الله. فوالا اللحم ثاني طايب الله يبارك، شوفوا اللحم، شوفوا اللحم ماشي يابس كيما وريت لكم التقنيه هذيك تاع كيفاش ديروا اللحم محلو. دوك نوري لكم العينه كيفاش طايبه، العينه طايبه زبده، هذا ما شاء الله طايبه زبده. قلت لكم ما ديروهاش في الماء، غسلوها برك، غسلوها فقط بالماء البارد، عندكم المشمش اللي لازم يجي في الماء السخون، شوفوا كيفاش طايبين الله يبارك. فوالا بيد وحده نسيين نشكل لكم مرضه الا قدرت بيد وحده اسفه. المهم هذه هي، شهية طيبة، رمضان مبارك، وما تنسوش الأدعية، ما تنسوش الصلاة، ما تنسوش الاستغفار، وإن شاء الله نكون فدناكم، ادعوا لنا معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الله يبارك لا كونتيتي شحال جاتنا ما شاء الله، فوالا هذه تجوز لكم رمضان كامل الله يبارك. نعرفوا باللي حنايا غير هذاك اللحم حلو يبقى داخل خارج الثلاجة داخل خارج، هذه كمية قسمة تمدي معك للجيران وتمدي معك لافامي، ذوقيهم شويه شويه وتقعد لك الله يبارك ما شاء الله. هي نص طنجره راهي الله يبارك، هذه الطنجره تاع 8 ريتلات راني معمرتها نص ما شاء الله، شوفوا لاصوص تاعها يعني ديريها وعينك مغمضين، حبيتي ديريها حتى مشروع يعني ديري مشروع تبيعي لي كوموند هكذا النساء العاملات دي فوا ما يكفيهمش الوقت، ولا ديري هكذا المشروع صغير وبيعي في العلب انتي، ديري ما تكبريش كرشك بزاف وبيان سيغ ما تنقصيش على روحك بزاف، شوفي الربح نتاعك شوفي شحال خسرتي وديري الربح نتاعك وتكلي على ربي سبحانه. هذا هو اختي كيما قلنا البارح لاصوص فينيكا الثاني، كاين اللي ما عندهمش الوقت باش يخدموا في الدار
خدمي انتيا ديري في قارورات صغيره وبيعي ثاني، ما تديش نسبه كبيره بزاف معاهم. المهم تكون عندك هامش تاع الربح تاعك، تحطي مثلا بوراك وحطي لاصوص فينيغرات ولا مثلا كوموند ولا كاين هذو اللي يكونوا اخر لحظه، ولا تشي لاصوص فينيغرات تاع قارورات صغيره. انا عطيت لكم انا المشاريع المصغره كافكار، كل وحده تمد واش عندها، وكل وحده توري واش عندها، كل وحده باش تعاون اختها. هذه هي، وبين صلاة الناس، والى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله.